FM. الكلمة ليك. دبارة اليوم. دبارة اليوم. تحضر بحضنا كما كنا نهار أربعة. شيف سحر حمد مربح مرحبا سحر. صباح خير أمان. شنو أحوالك لاباس؟ الحمد لله. بوناني إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. كل عام وأنت حية بخير زادة. عايشك. دونك سحر اليوم معنا غسيت جديدة. شنو حضرت لنا اليوم؟ بون هي مش جديدة. جديدة بالنسبة لنا نحن. إيه فوالا مش لك أنت. الناس كنت تعرف الكيك اما الاكسبسيونيل في الحكايه اللي اوتوماتيكمون ديما لي كيك تحسهم لازمك تعديهم بحاجه فهمت الكيك نتاعنا ايبر مولو واو يذوب اش قال فيهم يذوب في الفم ذوبين باش نذوقوهم بعد ونشوفوا كيفاش يذوب في الفم فوالا نبداو باللي زانكريجون باهي لازمنا اربع عظمات 200 غرام سكر 200 غرام كريم فريش حاسيلو تطلع زوز حكاك غير ربع فوالا باهي زمان 200 غرام فالينا نص ساشي لوفور لازمنا كعبة قارص ناخذو الزيست نتاعها نحكوها ونعصروها هي والجوي نتاعها معناها باه كاني كبيرة برشا أنا خاطر اللي استعملتها صباح كبيرة دونك خفيت شطرها باه كاني صغيرة حطها الكل حطها الكل فوالا نركضوا بالقدا العظم والسكر والكريم فريش هاكا بلاش زيت وبلاش زبدة الغوسيت نتاعنا باه نركضوا الكريم فريش والسكر والعظم بالقدا مع بعضهم بعدي كنزيدوا فالينا ولوفور نركضوها شويه مش برشا ومن بعدي كنزيدوا زيست دو سيترون مع جو دو سيترون وتركيزه صغيره ناخذوا المول نتاع الكيك نتاعنا ندهنوه كالعاده بالزبده نكونوا ديجا احنا سخنا الفرن نتاعنا 180 دغري نصبوا الخليط نتاعنا في المول اللي يحب يعملوا مغبغي بالكاكاو يخلي شويه ويزيد شويه كاكاو انا عملت كاكاو وخذيت اكل الشيكوري نتاع القهوه حطيت خليط شويه خليط خليط شويه خليط زدت الشيكوري ومن بعديك صبيتو من الفوق وبالسباتول هكا تعمل هكا شتردوره ما تقعدش تدور معناها وقتها يدخل الكل في بعضه عليك ما تلقاها علاش ماهيش غامقه خاطر بالشيكوغي ماهيش بالكاكاو داكوغ بازا فوالا فوالا هكا نحطو قلت لك نحطو في الفور في 180 دوغري ونخليوه بين ال 50 دقيقه والساعه به هكا نتفقدوا احنا بالكوردون يقعد باش يطيب فح في عقله في عقل باش يطيب بالكدا كاو وصحوا بشفال الناس كل نعملوا معها قهيوه بالنسبه للزينه باش نجموا نزينه فلا من الاول انا شو عملت من ماني انا عطيتكم قبل لاستيوس نتاع للي يحب مثلا يحط دي بيبي دو شوكولا ولا فاكيه من فوق باش ما تطيحش وهي تطيب تحط تلهوثها في الفرينه وترشها من فوق به تطيب هي وياه سينو انا حبيت تطيح حبيت القاع بعديك توك الذوق عملت تلقى فاكهه في القاع دونك رشيت عليها فاكهه وقبل ما ندخلها الفرن ما حطيتهاش في الفرينه حبيتها تطيح لوطه ومن بعديك كي خرجتها دهنتها بشويه عسل وحطيت فاكهه من فوق داكو بالنسبه سحر العبيد اللي تحط الفاكهه تحبها في الوسط في وسط الكيك نجم اي بيان سور معناها تولي في وضع عملت انا عملتها كضربه في الوسط هي هكا تحط هكا ترشها سينو في الخليط الاولاني قبل ما تزيد الشيكوري تحط شويه فاكهه وتخلط وتصب به داكو لا ما تكثروش ياسر فاكهه من داخل خاطرش تحطوا فاكهه من فوق تولي قويه برشا هكاك اللي يحب يعمل لي بيبي دو شوكولا ما تتبنوش الكيك فوالا باه داكو دونك كانت هذه الغسيت نتاع اليوم سهله كالعاده سهله امل سهله قلت لكم نجموا نعملوا معها قهوه نتاع شويه نتاع فطور صباح سينون نعملوا مع الشوكولا شو باه الشوكولا شو الشوكولا شو ما فماش ما اسهل منه نسخنوا 240 مليلتر حليب نزيدوا معاهم 75 غرام شوكولا نذوبوهم مع الحليب شوكولا نوار صحيت هكاك فما شوكولا دو كوفرتور هي ابن ماك الشوكولاته الاخرى داكوغ باش تجي او موان شوكولا شو بنينه سينو فما اللي يحب يعملها بالمايسترو معناها الشوكولا اللي ناكلوها الطابليات هذوك المهم شوكولا نوار اي خير ماك الشوكولا نتاع الجاتو باه خير ابن برشا فوالا من بعد ناخذوا 10 مليلتر حليب بارد نحلوا فيه مغرفه صغيره نشاي باه ونحلو فيه نصبوه على الخليط الاولاني اللي هو الحليب 240 مليلتر و75 غرام شوكولا ونحطو على الغاز ونقعدو نحركو لين نحسو هيك خثرت شويه به نصبو في الكيسان نتاعنا ناخذو ديكوب مزيانين شهير مش راهي تجيب سياسه برشا ناس شوكولا شو راهي تتشرب اي
باش الناس ينعرفش يعملوها يابسه دو فاسون. وعلاش السحر تجي يابسه؟ علاش؟ حتى برشا شيء مثلا ولا هي لازم ابين تكون كريموز معناها. نحن ناخذ مغرفه صغيره معناها. مغرفه صغيره نشي تحلها في 10 ملليلتر حليب وتحرك. كي تحسها عقدت شويه وقتها تسكر عليها النار. اي فوالا هي توفي صافي ساعه تشد روحها معناها. فوالا دونك كانت هذه الغوسيت نتاع اليوم. نحطوا في كيسين مزيانين زينوا بكريم شانتيي من الفوق. ما تخافوش ما تهبطش لوطا. خيفة الكريم شانتيي هاكا حاولوا انكم على كبر الدوره نتاع الكيس ابداو من غاديكا. عملوا الكريم شانتيي تقعد غاديكا. حطوا مغرفه صغيره باش ناكلوا بها الكريم شانتيي. حطوا كيك واحده معاها شهيتكم نعرف ميزالش بصحة بالشفاء للناس الكل. يعطيك الصحة سحر. دونك هذه الغوسيت نتاع اليوم مش على مرة جاية تعطينا غوسيت جديدة. مرة جاية عندك التشيز تشيز كيك. تشيز كيك ما عندي مشكلة مع التشيز كيك. الناس الكل تنفيك على التشيز كيك. دونك الجمعة جاية إن شاء الله في بالك من توا. أملي عبير تحب حاجة مالحة يا أمل. ميسالش تشيز كيك ومن بعد حاجة مالحة مازالت زيرو بوليتيك إن شاء الله. يعطيك الصحة سحر مرة أخرى. دونك اللي فاتت والروبريك هذيا من بعد يلقاها موجودة على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام. كاب اف ام الكلمة ليك.